تواصل الزميل حمد بن طويرش الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الحبسي، بسم الله وعلى بركة الله. تنطلق هذه الأسماء وتنطلق هذه الأشواط، شوط يتلوه آخر، وأيضا مسيرة ومدفع قوي ينطلق على البركة والتوفيق، حاملا في طياته شعارات أبناء القبائل الخليجية المختلفة مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط. الحذرة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، تفتتح الإذاعة بهذه المسيرة وبهذا الشعار العملاق. المركز الثاني والزاوية الأخرى أيضا جمرة حمد بن سيف بن حميد الشامسي مع المركز الآن الثاني والدور دور المركز الثالث. المركز الثالث المركز الثالث قدمنا أخو يوسف لكي نتمكن من ملاحقة الأسماء المتدخلة والضاغطة والمنتقلة والمتسللة. الوصول الكبير أيضا من شواهين محمد بن سويدان بن عبيد العامري مع الوصول المميز، بينما الدخول الكبير الدخول الرائع والمميز من جبار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري الواصلة والمنطلقة. وأرى الشعار الشعار الواصل والمنطلق بهذا اللون وبهذا الجمال، شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني الواصل والمنطلق مع المركز السادس أو المركز الخامس، بينما الدخول 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 والتسلل من سلاب سالم بن محمد بن مخيت المري الواصل والمنطلق أحد ضيوفنا الكرام، بينما الوصول والانطلاق من غزر نادر بن سالم بن الورع العامري مع المركز الآن الواصل والمنطلق السابع، وفي المركز الثامن دخول وتسلل من محبة نصيب سالم بن أحمد الويع العامري، وصولها وانتقالتها رائعة وانفراد، وصلت عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع انفرادا مميز يا العامري. والمركز العاشر المركز العاشر المركز العاشر الدخول أيضا من مغثة علي بن محمد بن حمد الغفراني المري الواصل والمنطلق. هذه هي نداءاتنا للمراكز الأولى المتقدمة، وكادر من قبل ياس بهذا الطاقم الإعلامي الرائع المميز الناقل والمتابع لكل الحركات وكل أيضا المداخلات والمشاكسات ما بين هذه الإبكار لانتزاع الناموس. يا سلام، المركز الأول والصدارة انفراد انفراد، وصلت وهي تحمل واحد والرقم واحد والكادر واحد وفاله وفاله إن شاء الله واحد على واحد. الله 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 يا العامري، الله عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع انفراد مع انفراد. يا سلام، المركز الثاني المركز الثاني شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني مع المركز الثاني والطيار الوثبي. يا سلام، مع المركز الثالث الكيلو المتر النهائي يا اخواني، كيلو ما تبقى فقط عن الناموس عن التهاني عن السلامات عن الذهب. يا سلام، المركز الثالث شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني، وفي المركز الرابع الوصول من سلابة سالم بن محمد بن بخيت أيضا المري الواصل والمنطلق مع رابع الأسماء. أرى دخول كبير، أرى دخول خالد بن سعود بن نايف بن حثلين الواصل مع جور مع جور بن حثلين الواصل والمنطلق. يا سلام، ملك من 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 أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المداخلة الكبيرة، بينما الشاهنية محمد بن حمد بن سالم الدرعي واصل ومنطلق. يا سلام، يا راعي حير دخول أيضا دخول دخول وتسلل من مطلة محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج أيضا، ولكن أعود مع انفراد انفراد. أصمتي أثبتي تقدمي. يا سلام، الخطورة قادمة، الخطورة من الشاهينية، الشاهينية قادمة انفراد لا زالت والشاهينية. يا سلام، والمحاولات من طيار الوثبة من محبة. يا سلام، والأسماء الكبيرة هناك الحذرة مع الطيار، ولكن خلاص انفراد انفراد. يا سلام، الشاهينية انفراد مع الناموس انفراد مع الذهب انفراد مع التهاني. سلام
يا سلام بسم الله ما شاء الله ظلت حتى خط النهايه مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار. انفراد عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع المركز الاول، المركز الثاني الشهنيه محمد بن حمد بن سالم العقحير العامري المركز الثالث مع الوصول مع الحذر عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، وفي المركز الرابع كان دخول الرائعه مع سحابه محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه المري، وفي المركز الخامس الوصول والتقدم ايضا من قبل مطلب محسن بن علي بن مبارك بن فراج المري. 6 دقائق 5 ثواني جزءا واحدا من الثواني، تهانينا والناموس لمالك انفراد عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري، وفي المركز الثاني حيث كانت العروض رائعه ومميزه من قبل الشاهنيه. التهنئه للسيد محمد بن حمد بن سالم الدرعي. 6 دقائق 5 ثواني 3 أجزاء من الثواني، حظا كبيرا مرافقا لثلاث المراكز الاولى المتقدمه مع الحذر مع المركز الثالث والطيار القادم بكل قوه عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. والتوقيت الزمني 6 دقائق مشاهدينا متابعينا الاعزاء 5 ثواني 9 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.